تقييم جد إيجابي المرحلة الأولى والثانية ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و بفضل الإنجازات أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقة ديال المرحلة الثالثة. والتذكير في هذه المرحلة الثالثة تجي تتمحور على 4 ديال البرامج مهمة، اللي هي البرنامج الأول تدارك الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية، البرنامج الثاني اللي هو مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، البرنامج الثالث هو تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والبرنامج الرابع اللي هو الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. واليوم كنحتفلوا بالذكرى 17 لإعطاء انطلاقة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة نصره الله في 2005، وتحت شعار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة متجددة لإدماج الشباب. التتميز بهذه المرحلة الثالثة هي أنها جات بفلسفة جديدة، واللي من خلالها كنشتغلوا على العنصر البشري، يعني فتنا المرحلة ديال أننا نخدموا على لي زانفراستركتور دو باز، ولا على المحاربة ديال الهشاشة في داخل، تبدلوا البرامج وجات فلسفة جديدة اللي كتمكن الشباب من أنهم ينجزوا مشاريع الحياة ديالهم تتواكب الإنسان منذ ولادته وما قبل ولادته، بحيث أننا تنشتغلوا مع الأم تنوفروا لها دور الأمومة، تنوفروا التجهيزات الضرورية باش أن الحمل ديالها يدوز في أحسن ظروف، باش أن الولادة تدوز في أحسن ظروف، بأن هذاك الإبن ولا الإبنة ديالها يكون مواكب، بحيث أنه تنوفروا له الظروف الملائمة، ومن بعد تنوفروا له الدعم في المدرسي، وتنوفروا لي زونيتات بريسكولير يعني التعليم الاولي، وملي ان شاء الله هاد الابناء وتيكبروا تنقدوا اننا نساعدوهم في مشروع الحياه ديالهم.